يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا عون المؤمنين، يا جار المستجيرين، يا ذا العظمة والسلطان، يا من قصمت القياصرة وقهرت الجبابرة وخضعت لك أعناق الفراعنة، اللهم عليك ببني صهيون، اللهم عليك ببني صهيون أعداءك، اللهم املأ قلوبهم بالرعب والخوف، اللهم نكس لهم كل راية وحل بينهم وبين كل غاية، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وثمود، أو كيوم عاد والنمرود، اللهم ثبت أقدام المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميهم، اللهم أيدهم بجند من جندك ومدد من عندك، يا قوي يا عزيز، اللهم كن لأهلنا في فلسطين عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم فرج كربتهم وآنس غربتهم، اللهم دمر أعداءهم، اللهم اجعل لهم النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة والتمكين، اللهم اكتب لنا في المسجد الأقصى صلاة ندخله فاتحين محررين، اللهم إنا لا نملك لفلسطين والمرابطين والمجاهدين فيها إلا الدعاء، فيا ربي لا ترد لنا دعاءنا ولا تخيب لنا رجاءنا، وأنت أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.